احتفاء كبير أنس جابر تفوز، ولكن تبكي غزة وتتبرع لفائدة الفلسطينيين. نرجع مع نجمتنا التونسية والعربية أنس جابر، المصنفة الثانية عالميا سابقا اللي تمكنت من الثار لهزيمتها في النهائي وفازت صباح أمس على تشيكيا هذا 6-4 و6-3 باش تحيي فرصتها في الصعود لنصف النهائي في البطولة الختامية للتنسيدات البطولة المقامة في المكسيك. وبعد المباراة أعلنت أنس جابر أنها باش تتبرع بجزء من جائزتها المالية في البطولة الختامية للتنسيدات لمساعدة الفلسطينيين. في تصريح تلفزي لها بعد المباراة بدأت تأثر واضح على أنس جابر اللي حاولت التغلب على دموعها، وزيدا قالت انه الصراع الدائر في قطاع غزة مأثر عليها برشا، وانها باش تتبرع بجزء من جائزتها المالية في للبطولة يعني للفلسطينيين. وقالت جابر تحديدا يعني كلمتها: انا فرحانة برشا بالفوز المباراة، ولكن منيش حاسة بسعادة كبيرة خاطر الايامات الاخرانية الوضع في العالم ماهوش يخليني فرحانة. اضافت انه تحاول تسيطر على عواطفها، من الصعب جدا رؤية أطفال ورضع يموتوا كل نهار، وهذا مؤلم للغاية. على هذا قررت التبرع بجزء من جائزة المالية لمساعدة خواتنا في فلسطين. الرسالة هذه رسالة إنسانية، ما هيش رسالة سياسية بالكل، لفتة إنسانية. تفاعل كبير قبل تصريح أنس جابر بعد المباراة، كذلك التفاعل هذا شفناه على المستوى العربي من الجماهير والنجوم العربية في مختلف المجالات السياسية الفنية الرياضية الإعلامية وغيرها. Le vrai faux de l'info. شوي آخر تتقابلوا مع ملك الدوزي في موجز بأهم الأخبار.